خلونا دلوقتي مع حضراتكم نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل يا دينا. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. الجو لسه برد شوية صح؟ طبعا لسه ما زال يعني، بس اعتقد ان احنا على نهايات الاسبوع ان شاء الله الجو هيكون في تحسن يعني، وفي هيكون دافئ اكتر يا رب ان شاء الله. بنصبح على حضراتكم وخلونا نبدا معاكم جوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا المروريه من محافظه القاهره، وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية، لكن على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش متجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. نروح لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. لو هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي إن في سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة، كمان بدأت تظهر دلوقتي كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل النزلات، وكمان بدأت تكون أو تكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وشارع السودان، ده في الاتجاهين، لكن وكمان ميدان الدقي، لكن كمان فيها تظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة. وايضا كمان بالنسبه لمحور صفت فهو بيشهد دلوقتي كثافات مروريه هتزيد في الاتجاه لجامعه القاهره. نروح معاكم لمحافظه القليوبيه، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحره علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكمل جولتنا وهنروح لمحافظة بورسعيد، هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا المرورية خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل لدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.